السلام عليكم. شوف الأخ مطلع اللسان مع الحصان. اللسان شنو هذا اللسان؟ هذا اللسان أكو تناقض بين حركته، وإذا تعرض لإصابة بالجروح المشكلة مالت الجروح نحتاج التثبيت المكان المجروح، وهذا اللسان إذا انجرح شلون نثبته؟ يتكون من أكثر من 12 عضلة وتتحرك بحرية، فالشفاء يصير عندنا يتعرقل. لكن احنا نوصي بأن تعالج بأسرع وقت الجروح اللي تحصل بلسان الخيل بالرغم من حركتها، لأن تجهيزها الدموي عالي، لذلك شفائها يصير سريع جدا. وإحنا نحتاج اللسان خاصة بالخيل، لأن هذا شنو فائدة اللسان؟ هذا أول شيء راح ينقل لك المادة الغذائية اللي تنمضغ بالفم من مكان إلى مكان، توزع الحركة مالت المضغ ويصير مضغ جيد عليها ويخلطه مع اللعاب. مضاف إلى ذلك يساهم في عملية البلع، تسهيل عملية البلع وقدرته على الحركة ممتازة. ليش؟ لأن شوف من تسيطر على اللسان شوف نتيجة ايش يصير، لأنه ما يصير سيطرة على المواد الغذائية الموجودة بالفم. لذلك نوصي بمعالجة جروح لسان الخيل بأسرع وقت بالرغم من حركتها، وراح يصير الشفاء سحري بالرغم من الحركة، قلنا لأن وجود تجهيز دموي جيد. شكراً.